باشە بینە سەر محدیثەکان ئەکابری محدیثەکانی ئومەتی پیاغەمەر صلی الله علیه و آله و سلم حفاظەکانی لە ئەشاعر و ماتوریدی مونا لە سەروی هەمویانەوە ئیمامی دارەقوتنی ئیمامی دارەقوتنی رەحمەتی خوای لێ بێ و لەگەڵ ئیمامی باقلانیە قسەیەکی مەشهوری هەیە جێگای ئەوە نیە کە ئێستا بازی کەین ئیسباتی ئەواگە کەوا مەزەبی ئەشعری بووە ئیمامی باقل دارەقوتنی شەیخی ئەبو نوعەیمی ئەسفەهانی خاوەنی حیلیەت الئەولیا لە تەبەقەی سێم بۆ لە تەبەقەکانی مەزەب الحەسەن ئەشعری ئەمە چی ئیسباتێکا کەوا ئەشعری مەزەب بووە شيخي ابن عساكر كتابي تبين كذب المفتري أفرمع كات طبقاتي علماء أشعري كان من بو أجمير ابن عساكر لطبقي سيما أفرمع أبو نعيمي أصفهاني رحمة إخوائي ليبيا لطبقي إمامي باقلاني أبوه أبو نعيم كتلبي تلبي أبو الحسن أشعري باشا وهروى لطبقي إمامي إصفرايني أبوه ولقل ابن فوركا رحمة إخوائي ليبيا أبو ذري هروي إكبو لمحفاظة قوركان حافظ أبو ذر ابن عساكر لطبقي سيم جماروتي بما شواز الحافظ أبو طاهر السلفي أم بيا وبرزش إمام تاج الدين السبكي رحمة إخوائي ليبي لطبقاته أفربي أما لطبقي بين جنبه لو طبقات عنك لسر منهج الرقا والربازي إمام الحسن أشعري بنا إمام نيسابوري خاوني حاكم حاكمي نيسابوري خاوني مستدرك بهما شواز إمام أهل حديث لزماني خويايا تلبي تلبكان أبو الحسن أشعري بوا إمامي حاكم رحمة إخوائي ليبيا أو إيكا سلمان دوتي أشعري تكي سلمان دو بن عساكر بهمان شواز تبين كذب المفتري وهروها ابن حي ابن حبان خاوني صحيحكا ابن حبان سبتي بهمان شواز أوش صحيحكي ابن حبان كتأويل زورتي أبو نصوصا كان سلمان دوتي كأم بياوش أشعري مزبوا وإمامي بيهقي رحمة إخوائي ليبيا هو معروفة ومؤلفات كاني ديارو ولهموي لبيشتر أسماء الصفات وكتاب اعتقادكي وهروها إمام ابن عساكر خوي كحافظي قوربو وخاوني تاريخ دمشق أو إجبها ما شواز وإمامي خطيب بغدادي رحمة إخوائي ليبيا ابن عساكر فرمي لطبقيت شعرم بوا لأتباع كاني إمام ابن حسن يشعري وهروها شيخ نووي رحمة إخوائي ليبيا محدثي قورو حافظي قورا شرحي بوسر صحيح مسلم قورترين بلغي لسر مذهبي إمامي نووي كأشعري مذهبوا وهروها ابن صلاح الشهر الزوري أو عالم كرد ومحدثة قورية أو جشعري وبلغي أو كوا يكم كسبوا كبوة ما مصطعي دار الحديث إمامي ابن صلاح الشهر الزوري رحمة إخوائي ليبيا وإمامي ابن أبي جمرة الأندلسي مسندي أهل مغرب خاون كتاب بهجة النفوس كسط حديثي لا صحيح بخاري شرح كرد ما مجلس يا أبو هيبو رحمة إخوائي ليبيا صد حديث شرح كردوها أو مدساني بوبتي بوبا كتابك طبع كرا إمامي كرماني كقديم تريني شاري حكاني صحيح بخارية كاتي كتاب توحيدي بخارية كينوا منهجي كرماني منظور بجواني دركي ولو أنا كتون تأويلي أو صفاتاني كردوها شيخي منذري خاوني ترغيب وترهيب إمامي أبي كشارح صحيح مسلمة وشيخ ابن حجر عسقلاني كشرح فتح شرح البخاري كرو فتح الباري بهمان شواز برون كتيبي الإلهيات الشيخ إحسان الطيف الدوري رحمة إخوائي ليبيا كشتيان خلقي رمادي بو كشتيان أمبياوة دا وهاب إرهابي كان كشتيان يعني كاتي خوي أمبياوش كتيبي كيه الإلهيات إلهيات عند ابن حجر آراء ابن حجر في الإلهيات آراء ابن حجر في الإلهيات مكتبي عصري طبعي كروز زور زور كتيبي كي ناس دارة هيك لو مصادراني كمنظور استفادي لي كم ببحثك منهج ابو الحسن امامي ابن حجر ودركه كتون اشعري مذهب ولا اعتقاده وتون حديث كان تاويلك حافظي سخاوي وهروى حافظي السيوطي وامامي قسطلاني وامامي مناوي وغير امانه زور قال لك زور لجمار النايا شيخ تاج الدين السبكي لطبقات افرمي وهو يعني مذهب الاشاعره مذهب المحدثين قديما وحديثا طب بعبارتك بس بإذن الله قاعد الناوي كصبيانين لمحدثة كان أفر مذهبي محدثة كان بو هموي لكونوا لتازة لسر مذهبي شابنا إمامي أبو الحسني